خلونا نخبركن بالأرقام عن واقع مشاركة المرأة بلبنان مقارنة مع غير بلدان. من بين أول 10 دول بالعالم اللي فيها أكثر تمثيل نسائي بالبرلمان، لبنان بحل بالمرتبة 180، يعني من آخر 7 دول بالعالم، لأنه معظم البلدان اللي سبقونا طبقوا نظام الكوتا. بالمنطقة العربية زادت نسبة مقاعد النساء بالبرلمانات الوطنية، لأنه في كتير دول عربية طبقت نظام الكوتا. أما بلبنان منشوف حالنا أنه المرأة اللبنانية سباقة لما صار عندها حق الترشح والتصويت سنة 53 قبل أي دولة عربية تانية، وحتى قبل سويسرا سنة 1970. تتخيلوا؟ بس للأسف لليوم بعدنا ممثلين بأربع نساء من أصل 128 نائب، وبأحسن الحالات وصل عددنا لست نساء نواب بال2005. باختصار، إذا بدنا نغير وضعنا المعيب ما في حل إلا بتطبيق الكوتا المؤقتة لنوصل للعدالة والمساواة بالتمثيل، وخاصة أنه لبنان ماضي على اتفاقيات دولية للقضاء على التمييز ضد المرأة. لنكون 100% صادقين، خلونا نصدق الكوتا.